اهلا وسهلا فيكم في قناة حيمور موتوتك. اليوم متوجهين على قرية الدراجين، اليوم افتتاح مقر هارلي ديفيدسون. مو مفتوح، كان سوفت اوبننج، اليوم حيكون الافتتاح الرسمي للمقر. بصراحة رايح بالسيارة مو رايح بالدراجة، الدراجة بدها بعض الصيانة، فيها شغلة لازم اسوي لها صيانة فيها، بالاضافة اني وانا برحلتي بتركيا ضيعت المايك الخاص في الهلمت، فطلعت بالسيارة واليوم خلينا ننقل الحدث بالضبط ونشوف كيف الافتتاح. طبعا زي ما انتم شايفين عدد مهول صار واصل من الدراجات. وبنوصل للدراجة الأهم في معرض هارلي ديفيدسون، والتي يتم عرضها لأول مرة، دراجة هارلي بان أمريكا من فئة الأدفنشر، وهي أول إنتاج وتصنيع من شركة هارلي لدراجة أدفنشر خاصة بالطرقات الوعرة. بصراحة ما كنت متوقع أنه في يوم من الأيام شركة هارلي تصنع دراجة أوفرود للطرقات الوعرة. هاي الدراجة بتيجي بمحرك 2 سلندر على شكل حرف V، وسعة المحرك 1250 سي سي، بولد قدرة 150 حصان، ونظام التبريد فيها مائي ونظام جير 6 سرعات. أما بالنسبة لوزن الدراجة فهو 250 كيلو جرام. وبالنسبة للإطارات فالإطار الأمامي جاي بمقاس 19 إنش والخلفي بمقاس 17 إنش. ومن الإضافات اللي ضافوها على هاي الدراجة نظام الفرملة أو المكابح من شركة برمبو، الشركة المتميزة جدا في هاي الأنظمة بدون أي منازع. أما بالنسبة لارتفاع المقعد عن الأرض فهو 85 سنتي، وهو يعتبر ارتفاع مناسب جدا لدراجة أدفنشر. طبعا بالنسبة للشنط فبيجوا نوعين، بيجوا ألمنيوم أو بيجوا جلد بناء على رغبة المشتري. والدراجة بيجي فيها أربع أنماط قيادة، قيادة الطريق أو النورمال درايف، وقيادة الرياضية، ونمط القيادة أثناء المطر، ونمط الأوفرود. وبالنسبة لسعة التانك بيجي 21 لتر، وهو مناسب جدا لدراجة أدفنشر. أتوقع هاي الدراجة فئتها راح تكون منافسة قوية لعدة شركات مثل KTM و BMW وهوندا، وحيكون لها نصيب قوي بالسوق. وهيك بنكون غطينا حدث افتتاح هارلي ديفيدسون عمان بشكل سريع. أتمنى أنه يكون الفيديو نال إعجابكم، وإن شاء الله بنشوفكم بفيديوهات قادمة.